السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين أعزاء أهلا ومرحبا بكم، لقاء جديد عبر أخبار رواد اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة رواد الفضائية. أبرز عناوين الصحف الإماراتية والعديد من الفقرات المختلفة في حلقة اليوم، فأهلا ومرحبا بكم معنا. تحية طيبة متابعينا الأعزاء في كل مكان، نسعد بالذين انضموا لمتابعتنا عبر أخبار رواد اليوم. وصلنا إلى فقرة أخبار وموضوعات الرواد، نبدأ كالمعتاد أبرز العناوين. مجموعة الرواد للأعمال نقدم الحلول المتكاملة ونسعى لإسعاد المتعاملين فقط لأننا نحن الرواد. مركز رواد الأعمال للإنتاج الفني يعمل على مونتاج حلقات شهر رمضان المبارك. مركز رواد للتدريب يدرس إضافة برامج تدريبية جديدة تشمل مجالات مختلفة. في عناويننا أيضا لهذه الحلقة، قناة رواد الفضائية تواصل تصوير حلقات برنامج ماذا تتوقع؟ شركة رواد للحلول المتكاملة تعمل على تحسين نظام المراسلات الداخلية الخاص بمجموعة الرواد للأعمال. ومشاهدينا، شركة رواد للأزياء النسائية تعمل على تصاميم جديدة للعباية الخليجية. من أبرز العناوين مشاهدينا، توقف قليلا مع فاصل قصير، ننتقل بعد مباشرة إلى استطلاع أخبار المال والأعمال ومعرفة أخبار مجموعة رواد الأعمال لهذا اليوم. أهلا بكم مشاهدينا. بدأت شركة رواد للحلول المتكاملة في العمل على تحسين نظام المراسلات الداخلية لمجموعة رواد الأعمال، والذي يقوم بتسهيل الاتصال والتواصل بين الموظفين المجموعة في شركاتها المختلفة. وقد أخذت الشركة في الاعتبار الملاحظات الواردة من الموظفين والرؤية التطويرية لإدارة المجموعة. يعتبر برنامج المراسلات واحدا من أهم البرامج والأنظمة التي قامت بتصميمها وتنفيذها شركة رواد للحلول المتكاملة، وتستخدم شركات ومؤسسات مجموعة رواد للأعمال البرنامج، فيما يعمل فريق العمل بالشركة على تحديث النظام والعمل على تحسين أدائه، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالية وانسيابية كبيرة. ويساعد النظام الشركات الكبيرة على تسهيل تعاملاتها. وأخذت الشركة في الاعتبار الملاحظات التي وردتها من الموظفين ومقترحات إدارات الأقسام الخاصة بتطوير النظام. يدرس مركز رواد للتدريب إضافة برامج تدريبية جديدة تشمل مجالات عمل مختلفة، وذلك بعد عمل دراسة لسوق التدريب ومعرفة متطلبات الأفراد والمؤسسات. وسيضمن مركز برامج جديدة مواكبة للتطور، وسيتم تركيزه على برامج استشراف المستقبل والإدراك الآن، يتم تدريب باستخدام التفكير تدريب بالتفكير على النماذج. برامج جديدة يدرسها مركز الرواد للتدريب لتتم إضافتها إلى البرامج التدريبية والمجالات التي يقوم مركز الرواد بتدريبها عبر وسائل حديثة. وسيكون من ضمن البرامج التي يتم العمل عليها هي برامج استشراف المستقبل والإدراك الآن، بجانب البرامج التي ستعمل على تطوير مهارات الأفراد وعمل الشركات. وستتيح مختبرات الرواد للإبداع والابتكار الفرصة للتطبيق العملي للبرامج، بجانب استخدام التدريب بالتفكير على النماذج التي تزيد من فعالية التدريب. تعمل شركة رواد للأزياء النسائية على تصاميم جديدة للعباية الخليجية، تراعي فيها العادات والتقاليد وتلبي من خلالها رغبات وتطلعات متعامليها في كل مكان. يحاول فريق العمل بالمركز إضافة ألوان جديدة غير متداولة، بجانب تطريز أشكال جديدة تواكب الموضة والفترة المقبلة التي تشهد العديد من المناسبات، منها وأهمها عيد الفطر المبارك. تستعد شركة رواد للأزياء النسائية لإطلاق تصاميم جديدة خاصة بالعباية الخليجية تعمل عليها حاليا، وتحاول إعادة تقديم العباية التقليدية بشكل عصري وجديد يلبي الرغبات المختلفة للمتعاملين، مع الحفاظ على العادات والتقاليد والهوية العربية الخليجية. وسيتم عمل تصاميم مختلفة تلبي الأذواق والمناسبات، حيث سيتم إضافة واعتماد ألوان جديدة غير مألوفة للعباية، بجانب العمل على تطريز أشكال مميزة مستوحاة من البيئة الإماراتية الغنية بالثقافة والتراث.
تم الانتهاء من بعض حلقات برنامج ماذا تتوقع الذي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة الرواد الفضائية، وهو برنامج مسابقات ومعلومات عامة يستهدف كافة أفراد المجتمع في غالب بسيط، وتعول عليه إدارة البرامج في القناة من خلال تعزيز تواصلها مع الجمهور المستهدف، بجانب إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتابعين بالمشاركة في البرنامج. يواصل برنامج هنا الرواد بث حلقاته المعتادة، ويستضيف في حلقة اليوم الأستاذ عبد العزيز بن هويدن وللنقاش حول موضوع التكيف الوظيفي، ويأتيكم البرنامج عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت أبوظبي الواحدة بتوقيت السعودية على شاشة قناة الرواد الفضائية. من هذا الخبر أن تكون وصلنا إلى نهاية أخبار المال والأعمال، فاصل قصير نكمل من بعده ما تبقى من أخبار الرواد اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نواصل تقديم أخبار الرواد اليوم. الآن وصلنا إلى فقرة الطقس، ونلقي نظرة على أحوال الطقس ودرجات الحرارة الدنيا والعليا ونسب الرطوبة المسجلة في الدولة الإمارة العربية المتحدة لهذا الصباح. من أحوال الطقس مشاهدينا ننتقل إلى استعراض أبرز ما ستشاهدونه من برامج خلال هذا اليوم على شاشة قناة الرواد الفضائية، برامج مسجلة أو مباشرة. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من أخبار رواد اليوم التي استعرضنا فيها العديد من الفقرات المختلفة بأبرز عناوين الصحف المعتية الصادرة صباح اليوم. أشكركم على حسن الاستماع وطيب المتابعة. rgroup.ae دائما للمزيد، كما يمكنكم متابعة البث حي القناة وبرامجها المختلفة على الموقع ذاته. تواصلوا معنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عبر رواد جروب، كما يمكنكم متابعة حلقاتنا على اليوتيوب عبر RBC TV. أحييكم أنا عمر الدين وتحايا فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.